للمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة الإغاثية ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. دكتور مرحبا بكم. حملة إغاثية جديدة تقدمها المنظمة لمئات العائلات من ذوي المفقودين والمغيبين خاصة من أهالي ناحية الصقلاوية في الأنبار، لكن هل أطلعتنا على تفاصيل هذه الحملة دكتور؟ نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه الحملة تأتي في ضمن سياق الحملات المتواصلة المنظمة ورعايتها لعائلات النازحة وكذلك عائلات المحتاجة والمتعففة، وهذه الوجبة الثانية والدفعة الثانية التي نظمتها المنظمة في ناحية الصقلاوية بعد الحملة السابقة كانت شملت 250 عائلة، وهذه الحملة الثانية شملت 300 عائلة من عوائل المفقودين والمغيبين قسرا في ناحية الصقلاوية. هؤلاء العائلات في الحقيقة معاناتهم يعني مستمرة، وقل من يلتفت إليهم في هذه الظروف الصعبة، ولا سيما في ظروف جائحة كورونا وقلة الخدمة أو تقديم الإغاثة للنازحين أو للمحتاجين عموما. وكما استمعنا إلى شهادات هذه العائلات وهذه الأمهات السكالة لمعاناتهم في قلة المعيل وعدم وجود من يلتفت إليهم أو يقدم لهم يد المساعدة، وكانت المنظمة حاضرة الحمد لله في أكثر من مرة تقدم لهم يد العون والمساعدة بشكل مستمر وبإمكانياتها المحدودة. دكتور، في ظل تفشي فيروس كورونا، ما هي أحوال أهالي الناحية، وأيضا ما هو مدى الدعم الذي يحتاجون إليه؟ الحقيقة هم كباقي المدن التي يعني تفشى في هذا الوباء ويعانون ما يعانون، وهذه العائلات بحكم فقدانهم للمعيل والمعيلين في من المفقودين، هؤلاء فقدوا أبنائهم أو إخوانهم أو آبائهم، كثير من هؤلاء بقوا بدون معيل، فمعاناتهم بالتأكيد تكون أكثر، وقلة الرعاية وهذه الرعاية الصحية والأشكال وكل أشكال الرعاية الأخرى تحتاج إلى يعني تحتاج إلى دعم مادي في الحقيقة، وهؤلاء يعني ازدادت معاناتهم في الفترة الأخيرة، ولذلك هم يعني دائما ما يناشدون المنظمات، أما الأطراف الحكومية في الحقيقة فيعني قالوا بأنهم لا توجد أي مساعدة لهم، وإن وجدت فهي قليلة لا تفي ولا تسد حاجتهم، فهم يناشدون دائما يعني منظمات الإغاثية والإنسانية بالوقوف معهم، طبعا فضلا عن مطلبهم الرئيس هو السؤال لمعرفة مصير أبنائهم المغيبين قسرا منذ أكثر ما يزيد من 3 أو 4 سنوات. طيب دكتور، هل هناك حملات إغاثية مرتقبة من قبل منظمتكم في مناطق أخرى من محافظة الأنبار أو حتى في محافظات عراقية أخرى؟ بالتأكيد يعني وفق برنامج المنظمة في جميع المحافظات التي يوجد فيها بالدرجة الأولى النازحين، في مخيمات النزوح، في محافظات الموصل، صلاح الدين وكركوك وديالة، وكذلك محافظة الأنبار. لدينا حملات منتظمة أسبوعية أو شهرية بحسب الظروف ووقوف على حاجة هؤلاء النازحين وكذلك العوائل المتعففة والمنكوبين والمحتاجين في كل هذه المحافظات، وهذا هو واجب المنظمة في الوقوف الوقفة الإنسانية مع هؤلاء المتضررين و المنكوبين والمحتاجين. من محافظة الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لكم.